تقول السائلة: هل يتساوى الأجر بين الرجل والمرأة إذا صلت المرأة بمجموعة من النساء؟ الذي يظهر لي أنها لا تساوى، لأن أولا لأن بعض العلماء يقول لا يسن للنساء أن يصلين جماعة وحدهم، وثانيا أن النساء غير مأمورات بالجماعة، أما الرجال فيجب عليهم أن يصلوا جماعة، ومن ثم اختصت صلاة الجماعة بالرجال وصار ثوابها عن 27 درجة. أحسن الله إليكم. هل يجوز للمرأة أن تجمع الصلوات في البرد والمطر إذا كجمع الرجال؟ أقول إنه لا يجوز للمرأة أن تجمع للبرد والمطر، لأن الجمع إنما يجوز عند الحاجة والمشقة في تركه، والمرأة لا تحتاج إلى أن تجمع لأنها لا نعم والمرأة لا تحتاج إلى أن تجمع من أجل المطر والبرد لأنها لا تخرج من بيتها، بخلاف الرجال الذين يخرجون من بيوتهم إلى المساجد فإنه يشق عليهم في البرد الشديد مع الريح الشديدة أن يرجعوا إلى المسجد. وعلى هذا فإذا كان الإنسان يصلي في بيته كالمرأة والمريض ونحوهما فإنهم لا يجمعون من أجل المطر أو من أجل البرد الذي يبيح الجمع. ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر، فسئل رضي الله عنه عن ذلك يعني لماذا جمع، قال أراد أن لا يحرج أمته، وهذا دليل على أن الجمع لا يجوز إلا إذا كان في تركه حرج أي مشق. نعم. إذا خرجت المرأة لصلاة التراويح في المسجد وزوجها غير راض عنها يقول لها صلي في البيت آجر لك، ما صحة هذا؟ بارك الله فيكم. نقول أولا للزوج: لا تمنع امرأتك من الخروج إلى المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهاك عن ذلك فقال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ونقول للزوجة: إذا منعك الزوج فأطيعيه، لأنه قد لا يمنعك إلا لمصلحة أو خوف فتنة، وهو كما قال من أن صلاتك في البيت أفضل من صلاتك في المسجد، تقول النبي صلى الله عليه وسلم: وبيوتهن خير لهن. نعم. هل على المرأة صلاة سنة في الجمعة أي في البيت تصليها، أو تصلي مع المذياع عندما ينقل الصلاة من صلاة الجمعة من الكويت وأنا في العراق؟ أفيدني وفق. الحمد لله، يبدو أن قول المرأة أن قول السائلة هل على المرأة سنة الجمعة أنها تريد صلاة الجمعة، لا، كما يدل عليه آخر سؤالها، وجوابنا على ذلك أن نقول صلاة الجمعة إنما تشرع في حق الرجال فقط ولا تشرع في حق المرأة إلا تبعا للإمام، لو حضرت صلاة مع الناس أي صلاة الجمعة مع الناس فإنه يجوز أن تصلي الجمعة تبعا لهم، أما في بيتها فإن الواجب عليها أن تصلي صلاة الظهر، وهكذا من كان يصلي في بيته من الرجال لعذر كالمريض فإنه يجب عليه أن يصلي صلاة الظهر. أما الصلاة خلف المذياع فإنها لا تجوز، وذلك لأن من شرط صلاة الجمعة أن تكون في جماعة، والذي يصلي خلف المذياع ليس في جماعة أي ليس متصلا بالجماعة الذين يصلون، فبينه وبينهم مسافات كثيرة، ولا يمكن أن يقال إن هؤلاء الذين يصلون خلف المذياع إنهم من جماعة المسجد الذي يأتمون بإمامه في المذياع. وصلاة الجماعة وكذلك صلاة الجمعة لا بد أن يكون الناس فيها مجتمعين حقيقة وحكما على إمام واحد. وأما المنفصلون بمثل هذه المسافات البعيدة من غير أن تتصل الصفوف فإن صلاتهم لا تصل. وعلى هذا فلا يجوز للمرأة ولا لغير المرأة أن تصلي صلاة الجمعة ولا غير صلاة الجمعة خلف المذياع، هذا مع أنه يحتمل انقطاع التيار وحينئذ يبقى الإنسان في حيرة، وإن كان هذا في الحقيقة ليس بمانع لأنه. هل على المرأة صلاة سنة في الجمعة أي في البيت تصليها، أو تصلي مع المذياع عندما ينقل الصلاة من صلاة الجمعة من الكويت وأنا في... بالنسبة لصلاة الجمعة للمرأة كم ركعة تصلي في بيتها؟ وشكرا لك. المرأة إذا صلت الجمعة مع الإمام فإنها تصلي كما يصلي الإمام. نعم. وأما إذا صلت في بيتها فإنها تصلي ظهرا 4 ركعات. تقول: يقع في المسجد بجوار منزلنا في اتجاه القبلة، أي أنه لا يفصل بينهم سوى جدار، هل يمكننا الصلاة مع المصلين ونحن في منزلنا، أي أنا وبقية الأسرة من النساء حيث نكون خلف صفوف الرجال تماما، أفيدونا أثابكم الله. الذي أراه في هذه المسألة أنه لا يجوز لهن أن يصلين مع الجماعة في بيتهن، لأن الجماعة هي الاجتماع في المكان والأفعال، وإذا كان مكان الجماعة واسعا فإن الصلاة في غير مكانهم ليست بصحيحة، يعني فإن الصلاة جماعة تبعا لهم في غير مكانهم ليست صحيحة، لأنه لم يتحقق فيها الاجتماع المشروع. نعم، لو فرض أنه لا مكان لهن في المسجد لكون النساء ممنوعات منه أو لكونه يمتلئ، ففي هذه الحال لهن أن يصلين مع الجماعة أي مع جماعة المسجد في بيتهم. وأما إذا كان يمكنهن الحضور إلى المسجد فإن
الجماعة لا تصح منهن إلا بحضورهن. ومن المعلوم أن البيوت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت متقاربة وقريبة من المسجد، ولا نعلم أن أحد من الناس كان يصلي في بيته مع الجماعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان هذا من الأمور الجائزة لكان مفعولا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أو مبينا جوازه. وخلاصة الجواب أنه لا يجوز لهؤلاء النسوة التي بيتهن خلف المسجد أن يصلين مع جماعة المسجد ولو كنا يسمعن صوت الإمام، إلا إذا كان لهن عذر بحيث يمنعن من الحضور إلى المسجد أو كان المسجد ممتلئا لا يمكنهن الصلاة. نعم، بارك الله فيكم. هل يجوز للمرأة صلاة الظهر يوم الجمعة قبل انتهاء الرجال من صلاة الجمعة؟ إذا كانت صلاة الجمعة قد صليت قبل الزوال فإنه لا يجوز للمرأة أو لغيرها ممن لا يحضرون الجمعة كالمرضى من الرجال أن يصلوا قبل زوال الشمس، لأن وقت الظهر لا يدخل إلا بعد زوال الشمس. أما إذا كانت الجمعة لا تفعل إلا بعد الزوال كما هو الكثير الغالب وكما هو الأفضل أن لا يحضر الإمام يوم الجمعة إلا بعد زوال الشمس ثم يخطب خطبتين ثم يصلي، ففي هذه الحال يجوز للمرأة ولمن لا يحضر الجمعة لعذر من الرجال أن يصلوا ولو قبل صلاة الناس الجمعة، لأنه إذا دخل الوقت أي وقت الظهر جازت صلاة الظهر سواء كان الناس قد صلوها أم لم يصلوها. ومثل ذلك لو أذن بصلاة الظهر وصلت المرأة أو من لا تلزمه جماعة قبل أن يصلوا الجماعة فلا حرج في ذلك. هل على المرأة أذان وإقامة؟ وإذا كان الجواب لا فلماذا والنساء شقائق الرجال؟ المرأة ليس عليها أذان ولا إقامة، لأن الأذان والإقامة لا بد فيهما من جهر، والمرأة مأمورة بالتفت وإخفاء الصوت، حتى إن الإمام إذا أخطأ فإن المرأة لا ترد عليه باللسان بل بالتصفيق لقوله صلى الله عليه وسلم إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال ولتصفق. وأما هذه الكلمة النساء شقائق الرجال التي يريد بها موردوها أحيانا أن يخالفوا سنة الله تعالى الكونية والشرعية بأن يجعلوا المرأة مساوة للرجل، فهذه كلمة حق أريد بها بعض. فالله تعالى قد ميز بين الرجال والنساء خلقة وخلقا وعقلا ودينا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، وخاطب النساء. قالوا يا رسول الله ما نقصان دينها؟ قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم؟ قالوا وما نقصان عقلها؟ قال أليس شهادة الرجل بشهادة امرأتين؟ حتى الصوت يختلف بين المرأة والرجل، حتى القوة والنشاط والتحمل يختلف بين المرأة والرجل، حتى العقل والتفكير يختلف بين المرأة والرجل، حتى في الأمور الشرعية العقيقة شاتان عن الرجل وشاتان عن الأنام، شاتان عن الذكر وشاتان عن الأنثى، حتى الدية قيمة النفس الأنثى ديتها نصف دية الرجل، وحتى العزق إذا أعتق الإنسان رجل رجلا وأعتق امرأة فإعتاقه الرجل عن إعتاق امرأته، هذا في الشر. في القدر والخلقة والتكوين حدث ولا حرج في ظهور الفرق بينهم، واسأل أهل التشريع ماذا يكون الفرق بين الرجل والمرأة. نعم، ورد عن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بأن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، فسؤالي هل صلاة الظهر يوم الجمعة بالنسبة للمرأة تكون بعد الخطبة أي وقت صلاة في المسجد أم عند سماع الأذان؟ المرأة الأفضل في صلاتها في بيت، حتى في مكة والمدينة الأفضل أن تصلي في بيت. وفي يوم الجمعة إذا كان الإمام لا يدخل إلا بعد دخول وقت صلاة الظهر فإن المرأة تصلي الظهر بمجرد ما تسمع النداء، وأما إذا كان الإمام يأتي قبل الزوال فلتنتظر حتى تزول الشمس. ورد عن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بأن صلاة المرأة في بيتها أفضل من